مشاهدينا عدنا مجددا والان مع فقره حقوق وواجبات مع القاضي احمد محمد شعيب. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. الله يسلمك. طبعا موضوعنا اليوم هو دور القضاء في حلحله المشاكل الاجتماعيه. فاول شيء تعرفنا بشكل عام شنو هو دوره. طيب، دور القضاء في حلحله المشاكل المجتمعيه ده، قبل خليه يجي دور القضاء ذاته كده في الدولة ولا في المجتمع بصفة عامة كده، القضاء ومعناته الفصل في النزاعات بين الأطراف باللوائح الموجودة مسبقا. هنا خلينا نفهم حاجة واحد، بالنسبة للقاضي ده هو ما بضع القوانين، هو بيطبقها بس. الشيء المهم دارين هو السلول للمجتمع الجادي ده، الناس اللي بخطوا القوانين دي من هم؟ دي الناس البرلمان. والبرلمانين دي منو قاعد بيعينهم؟ هم الشعب. الشعب لابد يكون واعي. انت لما تجي وتودي زول يمثلك في البرلمان ده، خليه يكون انسان على قدر المسؤوليه. يكون انسان مثقف، انسان فاهم، وانسان بعرف مشاكلكم برضه. لما بعدين هو يمشي في البرلمان، هناك هم بضعوا القوانين. هنا القانون ده كم جانا ده كم شين ولا سمع، ما دام هم من هناك وضعوا الرئيس الجمهورية جاء صادق عليه، ما عليه كل أنا كقاضي ده بنتبغ في مقولة بتقال عند القضاء لو ماجستراسون ليز اسكلاف دي لا لوا، يعني القضاء ده هم العبيد بتاع القانون. أنا الشيء اللي جيت لقيته قاعد قدامي ده الشيء اللي أنا بنتبغه. القضاء دور مهم جدا، يعني الأمم ما بتنحد إلا بالقضاء. إذا كان نحن رجعنا ورا شوية ما بعيد بالهين في الحرب العالمية الثانية عام 1945 وشفنا أوروبا في وقت ذاك، ما أوروبا الحسة قاعد نشوفه ده اليوم. لما تشوف مثلا بريطانيا لندن، لما تشوفها في الشاشة سبحان الله، ده ما تقول بشر زينا جو يعني سوى المعمار ده كله، تقول أن نكون في أيادي خارجية، يعني زي ما الناس تقول الإحرامات دي أصلا ما بشر، مبالغة وحيدة. يعني مبالغة شديد. ممكن نحن بنصير زيهم متى؟ عندما يكون قضاءنا ده قضاء متين. تشرشيل كان وزير بتاع رئيس وزراء بتاع بريطانيا في عام 45، هتلر النازي جا دمر بريطانيا، وابل من الصواريخ قذفوا بريطانيا انتهت مرة واحد، حتى النساء شالوا السلاح، بريطانيا انتهت ما في شيء. تشرشيل جا سأل وزير بتاع القضاء، قال كيف القضاء عندنا؟ بعد ما شاف الدمار ده والكلام ده كله قال القضاء عندنا كيف؟ قال قضاءنا لسه متين. قال إذن بريطانيا في خير. وبالفعل يعني كانت فرنسا كان احتلت من قبل هتلر أكيد. شارلي دي غول طلع خلاها ذاته كده، شانزليزيه بيجي من غير رئيس، دمروا مرة واحد بيجوا محتلين. لما نرجعوا جو سأل زميلة كان يسموه أندري مارلو، كان عدة مرة وزير حتى هو، قال كيف القضاء عندنا؟ أول شيء سأل، ما سأل من حاجة تانية، دمار وكل شيء خرب، سأل عن القضاء. قال القضاء عندنا كويس، قال ما دام القضاء كويس يعني فرنسا بخير. سيد القاضي، يعني كيف نقدر نسوي القضاء حقنا قوي يعني ذاته كتشادين ويحترم كل تشادي؟ كيف نسوي قضاء بتاعنا كويس عشان يحترم؟ لابد للقضاء يكون عنده استقلالية والسيادة. استقلالية معناتها ما في أيادي بتاع السياسيين ما يتدخل في القضاء. ما في ايادي خارجيه يدخل في القضاء. وده في تشاد ده يعني يدور توعيه زياده، كان الفوروم ناسيونال انكلوزيف اللي كان في سنه 2020 في 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 احد بتاع مارشال ديبي، في كان بريباراتيف للفوروم، يعني بروفنس 2 3 4 يلموا يسووا فوروم هنا ملخص بتاعهم بيجيبوا زي ما حصل في البري ديالوج ده. كنا في جهه من الجهات ونحن حضرنا في الفورم ده، قضاة كده عديد حضرنا، الناس المسؤولين الجادين المثقفين اللي تتفق انهم يقرا ويكتب ومسؤول في الدوله ده، ما خلاص ده نسموه المثقف ده ولو ان الثقافه حاجه ثانيه. لما نقموا بيتكلموا في اشياء محيره جدا، بيقول لازم السلطه الانتولي قاضي القوي ده يريتيري منها. كيف قاضي يكون عند الدوسيه مم جوفرنر ما يقدر يتدخل فوق هذا؟ السلطة القضاء عشان يبقى قوي ده شغل اسمه السلطة خارج منه ما يندس فوق.
وخليه يفهموا كده ان هي سلطه بحد ذاتها في النظام الديمقراطي ده. الدوله اول كده الدوله شنو؟ ارض شعب وسلطه. هنا كم قلنا سلطه ده، هناك ثلاثه سلطات، سلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه المستلزمه بالبرلمان قبل السلطه القضائيه، هي سلطات اصلا. السلطات دي كلها يعني تمشي مع بعض، متعاونه مع بعضها. هي ما دام سلطه بحد ذاتها هي تكون منفصله عن السلطه التنفيذيه وعن السلطه التشريعيه عشان بتكون قويه. عندنا النظام الانجلوساكسوني الرئيس بتاع المجلس الاعلى للقضاء هو غير رئيس الجمهوريه مثلا في السودان. اما الدول الفرنكوفونيه فرنسا مثلا هو زي نظامنا هنا في تشاد، رئيس الجمهوريه هو الرئيس المجلس الاعلى للقضاء. عندما نريد ان يكون قضاء بتاعنا متين وقوي ده اشياء كثير، من ضمن اول شيء ده قضاء ده يكون مستقل ويكون ذات سياده. بعد تالي الشيء الثاني ده سهل، التكوين بتاع القضاة وكيف ما يكون يقبلوا الرشاوي وكيف القضاة يكونوا يعني اقوياء في الحناية ده الدولة بتقدر بتسوي. نحن سوينا اشياء رهيبة جدا. جيشنا جيش التشادي ده انا فكرت في السنوات الماضية لما مشينا انترفنسيون في الكاميرون والنيجير ومشينا مالي ده اعلام بتاع العالم كله تحدث فوق قال كيف دولة بتاع العالم الثالث ضعيفة زي تشادي اقتصاديا وكل لما بيجونا في الاحصاءات ده في اي شيء نحن قاعدين في القوائم الاخيره، كيف دوله زي دي جيشها يكون اقوى جيش زي ده؟ ما لا عشان نحن انفستير فوق كويس، عشان الدوله انفستير فوق كويس، كونت الرجال دربتهم وجابت لهم الاسلحه بيقول. اذا اي مجال انت تقدر تسويه قوي. القضاة ده شيء اللي بخليهم بكونوا نزيهين بكونوا رسميين ده حاجه بسيط جدا، شوف الدول اللي حولك بس. هو اصلا المجال بتاع القضاء ده ما مجال بتاع غنى، نحن لما يكونونا دورونا قال اسمع كم داير تلقى غني ده فتش لك مجال اخر. ده ما مجال اللي انت تغنى فوقه. مجال اللي عنده فوقه شرف. انت شفت لما ربنا تبارك وتعالى في القران يقول يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ربنا جعل نبي الله داود خليفه وامره ان يحكم بين الناس بالعدل. اذا انت كقاضي ده انت خليفه. تطبق هنا النصوص القوانين القانونية القاعدة أمامك أنت بتطبقها. هنا عندنا مشاكل اجتماعية كثيرة في تشاد زي بداية الحلقة، نزاعات عرقية وهروب قبلية وعدم احترام القانون. النادم أجل المجتمع ما يكون مجتمع مستقيم إلا بواحد من أمرين، عقيدته مهما كانت العقيدة حتى ولو كانت وثنية عقيدته بتكون قوية. العقيدة دي تمنع من ارتكاب المحذور. مرة كان شاهد برنامج في التلفزيون التشادي في أحد المناطق التشادية، جابوا واحد شيف دي فيلاج بيتكلم بيقول نحن عندهم طبعا صنم بيعبدوا فيه لحد الآن، صنم بتام فوق الجبل قاعد، أي واحد سرق من الحلة ده وكم جابوا في مكان وكم نكر وجابوا له الصنم ده وخد إيدينك فوق ده كم هو صحيح سرق ده قال ما بخدته وكم خدته ده الإنسان ده قال بينضره. طبعا ربنا استدرجهم على حسب عقيدتهم ماشي معهم. طب كم وزراء جابوهم في ايام بتاع اليمين الديني قالوا اقسم رفضوا شنو خلاه رفض؟ عقيدته. هو بيقول انا اذا كان جيت اديت القسم وارتكبت الشيء ده بعدين المسلم الحقيقي المسلم المتدين او اي واحد سياده الدين شنو بخليه ما بيرتكب المحذور؟ هو عقيدته. في حاله ان العقيده بقت ما فيها القانون لازم يكون قوي. النادم اما عقيدته تمنع من ارتكاب المحذور او القانون يبقى مطبق 100%. هسه زي اللي قلت المثل ضربت لكم في بريطانيا ايام الحروب اتدمرت، ما تلقى ناس شالين كراسي جو دخلوا مثلا في مكان كده شالوا شاشاتكم وجوروا ما في، لسه القانون مطبق. ولحد الان امشي في مثلا في الدول الكبرى المتطوره ده الناس خوف من القانون ده، ده اللي بخليهم ما ممكن بيرتكبوا. لازم اذا كان دايرين المشاكل اللي ما بتحصل هو هناك حلول كثيره، لكن الحلل الآني الوقت ده من ضمن الحلول ممكن يقول نقوي جانب بتاع التعليم، جانب بتاع التوعية كدوركم أنتم الصحفيين بتوعوا الناس والناس الآخرين، دي كلها حلول. لكن الحلل الوقت ده خليني استثمر زي ما جيشنا قدرنا في فترة زمنية وجيزة سوينا أقوى جيوش إفريقيا، خلي أقوى جيوش إفريقيا كان معلومة أن نكون غائبة عن كثير من الناس في فترة. كان دول كبرى اللي بتصنع الاسلحه دي جابت طلبات ان دايره ان الحكومه التشاديه
بتكون لها جيوشها وحصل حاجه زي ده بتدرب لها جيوشها. اسالهم مثلا الكادانس ميليتير البرفور رجل 80 ديجري الا الجيش الوحيد اللي بيعمل الجيش الجادي. لذلك زي ما نحن قدرنا سوينا زي ده ممكن حتى القضاء نقدر نجي نسووه اقوى قضاء ما دام القضاء بقى قوي المشاكل ده بيقف وهذا كده بس بيقف. اكيد. سيادة القاضي بالرغم من الكلام اللي انت قلته ده لكن في المشاكل المجتمعيه بالذات ده في ناس يا الان بيتخوفوا انهم هم يدخلوا ويدوا قضاياهم دي للقضاء، هل دي عدم ثقه ولا عدم انهم هم شايفين ان يعني ما في يعني زي ما بيقولوا سمعتوا ده هسه الكلام اللي قاعدين يقولوا ده انه ما متين القضاء عشان كده ما يقدروا يعتمدوا عليه؟ هو خلينا نفهموا حاجه واحد القضايا المدنيه دي هي قضايا بتاع الاطراف. نعم. ما قضايا بتاع القضاء وبتاع المحكمة، عندكم قضية مدنية مثلا، القضايا عندنا قضايا جنائية وأخرى مدنية. زول مثلا ارتكب جريمة، جرائم ده زي السرقة قتل النفس ودل جرائم. دي طبعا دي قضايا الدولة هي بواسطة بتاع النيابة العامة هي اللي بتتابعها، دخل لجانب. أما المسائل الآخر زي أنا ما قلت عندنا مسألة بتاع الدين أو عندنا بيت فوق النزاع، دي مسائل يسموها مسائل مدنية، المسائل المدنية هي مسائل بتاع الأطراف. كم قميت وجوتوا قدامي انتوا بروحكم لقيتوا هلل ده انا ما عندي دخل فيكم ها الا شيء سويتوه ده بس نقعد نوقع عليكم ونخليكم نمشوا اليوم 90% من المشاكل اللي بتجي في الجستيس المدنيه ده ما في فوق كلمه بسيطه بس نحن قاعدين في الميدان وبنعرفه نحن المجتمع الشادي ده كلمه يا خي سامحني يا خي اعذرني دي بس ما فيها اوكي سيد القاضي عدم التنازل ده اللي بيجيب المشكله انا بغيت اسمعنا نعم الوقت نعم انتهى الوقت نعم اشكرك جزيلا بارك الله فيك جزاكم الله خير شكرا وان شاء الله رساله تصل للمعنيين جزاكم وان شاء الله يكون قضانا قوي ومتين جزاكم الله خير جزاكم الله ان شاء الله جزاكم